مؤتمر ده طبعا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. وبكره من اعظم الاعياد في الكنيسه اللي هو عيد استشهاد بطرس وبولس، والكنيسه بتسميه عيد الرسل. وقداس عيد الرسل بقى له طقس مختلف شويه، انه بعد ما بنصلي باكر بنصلي قداس على الميه، قداس اللقان. وطبعا ميه اللقان ديت احنا بنحرص ان احنا نقتنيها في بيوتنا، ونحرص كمان ان احنا ما نديهاش لحد يستعملها ما يكونش مش متعمد. كلامي واضح ولا انا حاطط تحتيه خطه؟ يعني اللي مش متعمد ما ينفعش يستعمل ميه اللقان. وبالمناسبه دي انا عايز اقول الاول ان انا ببقى فرحان قوي لما باجي عندكم هنا، لان طبعا انا مولود على بعد 20 متر من انا قاعد كده، وبالتالي ببقى فرحان جدا ان انا برجع الى مسقط رأسي واشوفكم واتكلم معاكم النهاردة في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 10. هقرأ فيه الاول كده، يقول ايه: وبعد ذلك عين الرب 70 اخرين وارسلهم 2 2 امام وجهه الى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا ان يأتي. فقال لهم: ان الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصاده. اذهبوا، ها انا ارسلكم مثل حملان بين ذئاب، فلا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا احذية ولا تسلموا على احد في الطريق. واي بيت دخلتموه فقولوا اولا سلام لهذا البيت، فان كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، والا فيرجع اليكم. واقيموا في ذلك البيت اكلين شاربين مما عندهم، لان الفاعل مستحق اجرته. لا تنتقلوا من بيت الى بيت، واي مدينه دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم، اشفوا المرضى وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. واي مدينه دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها وقولوا: حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت الله، والمجد لله دائما. عين الرب 70 اخرين. يعني الكتاب المقدس بينهي اي واحد يعين حد للخدمة. عين الرب بنفسه. وفي سفر الاعمال يقول ايه كده لما اجتمعوا التلاميذ عملوا اول مجمع مقدس، يقول: رأى الروح القدس ونحن. فاي خادم ما ينفعش يحط نفسه كده في الخدمة الا اذا الكنيسة دعته. والكنيسة ما ينفعش خادم يدعي خادم. الكنيسة لها رأس، لها كاهن، أو لها مجموعة كهنة، هم دول اللي يدعوا للخدمة. المسيحية نجحت ووصلت لحد النهاردة على مدى 2000 سنة وما يزيد، لأن الكنيسة ملتزمة أن الخدام يدعون للخدمة من قبل الله، أي من قبل الكنيسة. كنائس كتير فنيت، يعني في كنائس مثلا وصل عدد طوائفها اكتر من 200,000 طائفة، عدد رهيب، وتلاقي الكنيسة عبارة عن كنيسة واحدة وعشر 12 واحد بس، واسمهم طائفة وكنيسة. ليه؟ لان كل واحد
بيعين نفسه خادم في الكنيسة وكل واحد يعمل لنفسه كنيسة ويشتغل. فالشرط الأولاني إن الكنيسة تستمر والخدمة تنجح، مين اللي يعين؟ يقول الكتاب عين الرب 70 آخرين، قبل كده عين 12 والخدمة بتزداد فعين 70. يبقى نمرة واحد، كل واحد له اشتياق انه يخدم خدمة ربنا، يروح الكنيسة ويشوف الكنيسة نظامها ايه ويلتزم بنظام الكنيسة عشان يخدم في خط مظبوط ويخدم ربنا من كل قلبه ويخدم ربنا بالروح القدس الذي يعمل فيه. وأرسلهم اثنين قدام وجهه. كان زمان أيام عبد الناصر والسادات، كان لما يجي عبد الناصر يمشي بيبقى قدام منه موتوسيكلات كتير، وإذا كان هيعدي مثلا من الحتة الفلانية قبليها بأربع خمس أيام ينزلوا بتوع المباحث والمخبرين يمشطوا المنطقة عشان يعدوا المكان للموكب. سيد المسيح أرسلهم اثنين اثنين إلى كل موضع هو مزمع أن يذهب فيه، مش عشان يعملوا له حراسة وموتوسيكلات ولا عشان يفرشوا له الورد زي يوم حدث شعنين، لا 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 لا، عشان خاطر يعد الناس أن يتوبوا، عشان خاطر يهيئوا الناس للتوبة، عشان يخشوا البيوت يصلحوا المتخاصمين فيها، عشان يبشروا بالمسيح الذي صنع الخلاص والذي صنع شفاء وكان يقول يصنع خيرا باستمرار. رايحين يبشروا، بس مش هم أصحاب البشارة. تخيل كده، احنا كهنة وبنخدم في كنايسنا، لكن كلنا بنخدم لحساب مين؟ حد يسمعني، لحساب المسيح. مفيش واحد بيخدم لنفسه، مفيش واحد نازل يخدم عشان يعمل شعبية لنفسه او يكون لنفسه قرشين او يكون لنفسه مجموعة كده تبقى معاه، لا، الكل نازل يخدم لحساب المسيح. عشان كده قال لهم ايه بقى، خد بالك من الحته دي، الحصاد كثير فعل قليلون. ده النهارده القاهره مثلا فيها اكتر من 1600 قسيس، قليلون ازاي؟ دول الفعل كتير، الفعل الفلاحين الذين يخدمون في كرم الرب، فيهم فلاحين وفيهم فعلة. الفلاح بيمسك الفاس وبيعتمد على قوته ويسقي، وهو حافظ الزرع ما يسقوش الا بالنهار، الا قبل الشمس ما تطلع او بعد الشمس ما تغيب، وينقي الدودة ازاي ويقلم الزرع ازاي، ده الفلاح. انما الفعلة بقى، خد بالك، الفعلة هم الذين يعمل فيهم الروح القدس، الذين يخدم فيهم وبهم ومعهم الروح القدس. عشان كده بولس الرسول نفسه قال ايه، انا ما انا ولا حاجة. يا بولس ده انت فيلسوف المسيحية، يا بولس ده انت كنت فريسي ومعلم للناموس، يا بولس ده انت كنت اشهر واعظ واشهر معلم في الكنيسة كلها. انا ما انا الذي مثل السقط، بل نعمة الله التي معي. فكل خادم، كل كاهن، كل إنسان جوه الكنيسة بيخدم بدون نعمة ربنا ده فلاح، ده موظف. إنما اللي بيخدم بنعمة ربنا، يعني يسيب الروح القدس هو اللي يعلم والروح القدس هو اللي يخدم والروح القدس هو اللي يعمل كل شيء، هو ده الخادم، هو ده الفعال، هو ده الفعلة. عشان كده قال لهم إيه، لستم أنتم المتكلمين، كملوا معايا كده، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. ده اختار جهلاء العالم، اختار الجهلة اللي ما يعرفوش يتكلموا 10 كلمات، اللي ما يعرفوش يمكن يروح يشتري رغيفين عيش يتخمم من الراجل البياع، يمكن يروح يشتري شوية خضار يضحكوا عليه ويدوله حشيش، ما يعرفش، غلبان، ناس غلابة خالص. ربنا عاوز الغلبان ده عشان يشتغل فيه.
مش عايز المثقف، مش عايز المتفلسف، مش عايز النبيه، مش عايز الماهر اللي بيعتمد على قدراته. ده أنا واخد دكتوراه في الحاجة الفلانية، ما تنفعناش ما تلزمناش. ده أنا كنت مهندس كبير، ما تلزمناش. ده أنا كنت مدرس كبير جدا، ما يلزمناش. لازم تكون تلميذ عشان تقدر تخدم. اختار جهلاء العالم وهو اللي دعاهم، وكانوا طول عمرهم اسمهم ايه؟ تلاميذ وليس معلمين. كلنا تلاميذ، كلنا بنتعلم من اول سيدنا البابا، كلنا تلاميذ بنتعلم من المسيح. هو المعلم الوحيد، هو المعلم الذي يعلم. يبقى نمرة واحد عين الرب بنفسه، نمرة اتنين اختار جهلاء العالم عشان هو اللي يتكلم فيهم، وهو اللي يتكلم معاهم، وهو اللي يتكلم بيهم، وهو اللي بيخدم. يبقى الخادم الفعال اللي هم الفعل الحقيقيون هم الذين يعمل فيهم المسيح. انا ولا شيء، انا ما انا بل نعمة الله التي معي. وخدوا بالكم بقى، انتوا رايحين بلاد مختلفة عندها لغات مختلفة. واحد رايح الهند، واحد رايح اليونان، واحد رايح بلاد أشور، واحد نازل عند السعودية في نجران، واحد رايح مصر، واحد رايح أفريقيا. كل دي لغات مختلفة. طب احنا ما عندناش مدرسة ألسن يا رب عشان نطلع نتكلم الناس ديت ونعرف لغتهم ونشبههم ونمشي معاهم؟ لا، مالكش دعوة، مالكش دعوة، لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. ايه ملكوت الله اللي اقترب ده؟ ملكوت الله يعني لما موت اروح السماء؟ يبقى انا عمري جاي صغير بقى خلاص قرب ان انا موت؟ لا، ملكوت الله اقترب ان الروح القدس هيحل على الكنيسة في اليوم الخمسين ويحول الكنيسة اللي على الارض ملكوت الله الجديد الذي على الارض. ها انتم ملكوت الله وروح الله ساكن فيكم. يبقى في كنيسة جديدة هتتكون اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب وقال القيام في السماء. واحنا بنصلي بنقول له ليأتي ملكوتك كما في السماء. السماء ملكوت، ويبقى الكنيسة على الارض ايضا ملكوت كما في السماء، والا نبقى كذابين واحنا بنقول له كما في السماء كذلك على الارض. وانا مش عايش زي الملائكة، وانا مش عايش كأني عايش في السماء متخاصم مع اخويا، متخانق مع امراتي، مزعل الجيران، بكذب وبحلف وبشتم وبعمل حاجات كتيرة مش كويسة، عينيا مش كويسة، بتكلم على الناس، ما بقاش انا في السماء. وساعة ما اقول له كما في السماء كذلك على الارض يقول لي انت كذاب، لانك انت منافق، انت بوشين، انت مش ماشي امين، انت متخاصم، انت عيالك متضايقة منك ومتخاصمين معاهم، انت وانت وانت، انت طارد ابوك من البيت، انت طارد اخوك من البيت، انت ما تنفعش. يبقى لما اقول له كما في السماء كذلك على الارض ابقى انا كذاب وانا فيا كل الكلام ده. عشان كده قال لهم ملكوت الله قد اقترب، ان هيحل الروح القدس على الكنيسة في اليوم الخمسين ويخلي الكنيسة التي على الارض هي ملكوت الله الجديد الذي على الارض. طب وده هيفيدني في ايه يا رب؟ هلا هيفيدك، خد بالك بقى. هتروح الهند هتتكلم باللغة بتاعتك اللي هي اللغة الجليلية، والهنود يسمعوك بتتكلم هندي. هتروح مصر هتتكلم باللغة المصرية الفرعونية القديمة اللي هي اللغة القبطية بتاعتنا، والمصريين هيسمعوك بتتكلم مصري. هتروح اليونان هتتكلم جليلي بس اليونانيين هيسمعوك انك انت بتتكلم يوناني. الروح القدس هيقوم بالمترجم، يترجم اللغة بتاعتك اللي انت بتنطقها بتاعت ابوك وامك اللي انت اتولدت فيها، يترجمها كل واحد يسمعها بلغته. هنا واحد يوناني، وهنا واحد مصري، وهنا واحد عبري، وهنا واحد هندي، وهنا واحد هندوسي، وهنا واحد برازيلي، وهنا واحد امريكاني، وهنا واحد مش عارف ايه، انا بتكلم عربي. كل الناس دول كما لو كان في مترجم بيترجم لغهم، هو ده عمل الروح القدس. عشان كده قال لهم لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. انت بتتكلمي انجليزي وانا بتكلم عربي، بس الروح القدس خد العربي بتاعي ده وصله ودانك انجليزي. انت بتتكلمي فرنساوي وانا بتكلم عربي، خد الكلام بتاعي العربي ده وصله ودانك انجليزي. يبقى هنا المعجزه الحقيقيه. لكن نقول انه التكلم بالألسنة ان كل واحد بقى بيعرف يتكلم لغات مختلفة؟ لا،
ده علي ومحمود وحسن بيتكلموا لغات مختلفة وما فهمش الروح القدس، وخديجة وعيشة بيتكلموا لغات 10 ب12 لغة، بيتكلموا لغات كتير وما عندهمش الروح القدس، ما خدهوش. إذا عمل الروح القدس في الحقيقة التكلم بالألسنة إن الرسول كان بيتكلم باللغة بتاعته والروح القدس يترجم للمستمعين. يبقى نمرة 1 عين الرب، 2 اختار جهلاء العالم. ليه؟ لأنه لستم أنتم المتكلمين بل، لا أقوله معايا عشان أنا بنسى، أنا رجل كبرت وبنسى. 2 اختار جهلاء العالم. ليه يا رب اخترت جهلاء العالم؟ لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. يعني الروح القدس هو اللي هيوعظ، الروح القدس هو اللي هيعلم، الروح القدس هو اللي هيبشر. نمرة 3 أرسلكم كحملان وسط ذئاب. يا نهار اسود، حملان وسط ذئاب، ده لما يكون واحد مرشح نفسه في البرلمان بيبقى عنده شوية بلطجية، ينزلوا في الشوارع ويعلقوا يفط ويصرخوا قدامه ويعملوا له مؤتمر ويهللوا له لأنه رشش فلوس. ده قال لهم أرسلكم كحملان وسط ذئاب، ولا تحملوا كيس ولا مزود ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق. لو حد فيكم بيتابع عالم الحيوان، الحمل ده الخروف الصغير اللي عنده 7 شهور و6 شهور غلبان صغير كده، هو في الجبل لوحده تايه وحوالين منه ديابة، هو لسه ما عندوش خبرة يهرب ازاي، لسه ما عندوش خبرة ازاي يتخلص منهم ما يشوفوهوش، ما عندوش، فيبقى خايف ومرعوب، مش كده برضو؟ والديابة هترحمه، انا هبعتكم كحملان وسط ذئاب. يعني انت عايز يا رب تودينا عشان يفترسونا الناس وياكلونا ويهدوا بيوتنا ويطردونا ويخطفوا بناتنا ويولعوا في بيوتنا وبهايمنا وزرعنا، انت عاوزنا نبقى ضعاف؟ ايوه، انا عاوزكم تبقوا ضعاف، لانه هو ادانا وعد في العالم سيكون لكم ضيق، ضيق ده وعد من ربنا. يبقى كل اللي بيحصل فينا ده علامة ان ربنا موجود، ده علامة ان ربنا وعده حقيقي وكلامه صادق. انت يا ابونا يعني احنا نبقى كده ناس؟ هقول لك مثل، عندي ابن، انا ابني متجوز، بقول عندي ابن صغير مثلا، او انت عندك ابن وعندك ابن وحياته في خطر، هيموت ولازم يعمل عملية عشان يخف، والعملية مضمونة 300%، هتعملوا له العملية ولا هتسيبوه؟ مش سامع، لا انا عايز اسمع الناس اللي ورا. هنعمل العملية طبعا. يوم العملية قالوا لنا ايه؟ لا تأكلوه ولا تشربوه وتخلوه نايم، وهيخش يعمل أشعة ويعمل تحاليل ويتشكشك، والواد متدلع وعمال يدبدب في الأرض وعايز ياكل ويعيط، وانت يا بابا ده مضايقني، انت يا بابا حرمني، ويضرب في أمه، أنا عايز أكل عايز أشرب. هتأكلوه وتشربوه؟ ليه القساوة دي؟ ليه القساوة دي؟ أصل انتوا وعدتوه انه هيعمل العملية عشان يخف ويبقى كويس. فربنا وعدنا وعد، في العالم سيكون لكم ضيق، لان الضيق ده هو اللي هيخدق وديكم ملكوت السماوات. لو ملكمش ضيق على الارض مش هتروحوا السماء. هو بيحبني قوي ربنا، ربنا عاوزني اكون في حضنه في السماء، عشان كده ربنا بيخليني في الارض، اداني وعد في العالم سيكون لكم ضيق. إذن افرحوا ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. يجوا ناس يقول لك هو فين الكنيسة وفين البابا والبنات اللي عمالة تتخطف والبيوت اللي عمالة تتحرق والمزارع اللي عمالة تتحرق وإحنا مضطهدين وإحنا البابا هيعمل إيه؟ البابا يلغي الآية بتاع الكتاب المقدس في العالم سيكون لكم ضيق؟ طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. البابا يلغي الكلام ده؟ ده وعد من المسيح نفسه لينا، عشان كده قال لهم أرسلكم كحملانا
وسط ذئاب. يعني وانت رايح تبشر في البلد الفلانية اعرف ان هم هيموتوك، اعرف ان هم هيضربوك، اعرف ان هم هيشكشكوك، اعرف ان هم هيسحلوك، اعرف ان هم هيحرقوك بالنار. ده المفروض يعني يا رب تديني سلاح. وفي ناس برضو انتشر دينهم بالسلاح وبالقوة وبالحرب، مش كده برضو ولا ايه؟ صح؟ لا، ما اديكش سلاح، ده حتى ما تحملش معاك كيس فيه فلوس. ليه يا رب ما احملش كيس فيه فلوس؟ عشان ما فيش واحد يؤمن بالمسيح مقابل ان خد مني قرشين. ما فيش واحد يؤمن بالمسيح عشان انا جبت له شقة. ما فيش واحد يؤمن بالمسيح عشان انا عينته في وظيفة حلوة. دلوقتي بيبيعوا المسيح عشان فلوس، ويبيعوا المسيح عشان الترقية، ويبيعوا المسيح عشان قرشين، ويبيع المسيح عشان خد شقة ولا خد حتة أرض ولا ترقى ترقية حلوة. بيبيع المسيح لا تحملوا معكم كيس. طب ما الناس اللي احنا هنبشرهم دول ربما يكون فيهم ناس إخوة رب جعانين محتاجين، انت مالك انت؟ هو انت اللي بتأكلهم؟ هو انت اللي بتشربهم؟ انت بس مالكش دعوة، انت بشر وقول لهم قد اقترب منكم ملكوت السماوات وبس، مالكش دعوة اكتر من كده. يبقى نمرة واحد عين الرب، اتنين اختار. قولوا معايا بقى، انا بنسى، انا 70 سنة يا اخوانا انا بنسى. ها نمرة واحد ايه؟ مش سامع. عين الرب، اتنين اختار جهلاء. ليه؟ عشان هو اللي هيخدم، مش انا، مش قسطنطين اللي هيخدم، الرب نفسه. ثلاثة بقى ايه؟ قال لهم ارسلكم كحملان، يعني تروحوا ضعفاء، لان ربنا بالضعف اظهر ما هو اعظم من القوة، لان قوة الله في الضعف تكمل. هو قال كده، قوتي في الضعف تكمل، تكمل كل ضعف تخليه قوي. فالحملان اللي رايحين دول ضعاف ولا اقوياء؟ ضعاف. مين اللي يكملهم؟ عشان كده هو قال قوتي في الضعف تكمل. يبقى ارسلكم كحملان وسط ذئاب، ما تحملوش معاكم كيس، لان لو معاكم فلوس الناس هتتلم عليكم عشان الفلوس، مش كده؟ وممكن يوافقوكم، احنا بقينا مسيحيين عشان الفلوس. ده انا احكي لكم قصة عجيبة. وانا شماس زمان هنا في الكنيسة، جه وقت وكان في تقريبا كل اسبوعين 2-3 يتعمدوا من بره، مش عيال صغارين، وكنت انا اتعرف عليهم وكانوا يجوا يصلوا ويتناولوا، حلوين قوي. وبعدين عن طريق ما حد ساعدهم وسفرهم استراليا، عملوا لجوء ديني. انا رحت استراليا سنة 2003، ورحت يوم الجمعة الكبيرة في كنيسة الملاك غبريال في اول الحي التركي. الكنيسة كده، الرصيف الثاني جامع، المقدنة بتاعته اعلى من الكنيسة 5-6 مرات، والحي التركي ده كله البوليس الاسترالي ما يقدرش يدخله خالص خالص، كله كده جلاليب قصيرة وحاجة صعبة جدا. المهم خلصت الجمعة الكبيرة وراجع عشان اصلي ليلة بولمسيس في كنيسة تانية، شفت ناس من جلاليبهم قصيرة، وشفت ناس من اللي عاملين كده بس مش منقبين، يعني عاملين كده، هم اللي كانوا جم اتعمدوا في الكنيسة هنا، هم عارفهم بالاسم. ده كان في واحدة معايا في الكلية، هم يا دوبك جم اتعمدوا وناس ساعدوهم وسافروا وبقوا حاجة تانية، رجعوا زي ما كانوا. عشان كده قال لهم لا تحملوا معكم ايه؟ كيس، عشان ما حدش يدخل من باب تاني. هو باب واحد للدخول، الذي يدخل من موضع اخر فذلك سارق ولص. هو باب واحد بس للدخول، هو باب المعمودية والتوبة. هؤلاء لم يتوبوا، هؤلاء راحوا للمسيح فقط عشان يقدروا يسافروا بره، اكتر من كده لا. عشان كده قال لهم لا تحملوا معكم ايه؟
حتى يا رب الناس دي انت خايف عليهم؟ اه طبعا خايف ليجي قسطنطين يمشي ورا بطرس الرسول ولا ورا بولس ويبقى مسيحي وبعد شوية اخص عليكم ناس مش كويسين واسيبهم وبقى معايا فلوس كتير واسيبهم وقال لهم باي باي. خايف عليا، خايف عليا، حتى الناس المنافقين دول خايف عليهم المسيح، عشان كده لهم لا تحملوا معكم ايه؟ كيس ولا مزود. ناس كتير يمكن ما يعرفوش المزود. هقول لك انا المزود هو ايه؟ مش اللي اتولد فيه المسيح، لا. زمان واحنا في ابتدائي كانت امي تعمل لي شنطه بالقماش بتاعتي الناديه اعلقه في جنب كده وامشي مبسوط قوي في شنطه زي الكمساري كده متعلقه مبسوط فرحان. دي اسمها مزود. لا، العيال اللي تجري في الكنيسه دي اسوأ حاجه. اسوأ حاجه تجري العيال في الكنيسه، اسوأ ما يمكن. فكان الناس اللي رايحين الشغل، اللي رايح الفلاحة، اللي رايح الرعاية يرعى الغنم يعني، يحط عيش في الكيس بتاعه ده، عيش، ويجوا الساعة 12 الظهر يشوفوا أقرب بير ويروحوا يقعدوا جنبيه ويطلعوا مية ويبلوا العيش الناشف وياكلوه. عشان كده السامرية لما راحت عند البير كان وقت الساعة 6 اللي هو الساعة 12 الظهر، حتى العيش ما تاخدهوش. ليه؟ أصلكم هتخشوا بيوت ويقدموا لكم تاكلوا، فكلوا مما يقدم لكم ها بشكر، كلوا مما يقدم لكم بشكر. انت عايز تقول ايه يا رب؟ ان انا عشان ابونا اخش بيوت الناس واكل، ده انا بعد يومين هبقى كده، هاكل عند ده واكل عند ده، انا هبقى كده مش عارف امشي. لا، هو ربنا عاوز يعلمني انا كخادم هخش عند ام فلان ست غلبانه بتاكل حبه دقه، هاكل معاها دقه واشبع بالدقه. هخش عند فلان على قد حاله واكل اكل بايت، هاكل عنده اكل بايت. ليه؟ عشان انا ما اتعلمش، اسف يعني، اسف سامحوني، التفاصيل، ما بقاش طفص. ما ينفعش خادم ربنا يبقى طفص ويقول لك ايه ده ابونا فلان كان عندنا في البيت بس داس في الاكل دوس، ما دي تبقى عثره، عثره. عشان كده قال لهم كلوا مما يقدم لكم. قدم لك دقه كل، قدم لك عيش ناشف كل. وطبعا مش كل الناس هيبقوا عندهم فراخ ولا لحم ولا كلام من ده، الدنيا صيام يعني. لا كيس ولا مزود ولا أحذية. وده كان مثال مرقس الرسول جاي من ليبيا ماشي لحد اسكندرية، فالحذاء بتاعه اتقطع. لو كان معاه حذاء تاني كان رمى اللي اتقطع ولبس اللبس الجديد الحلو. ده احنا لما بنروح رحلة دير بناخد شنط مليانة أكل كويس وواخدين شبشب، ودلوقتي الستات كلها اتعلمت عشان تروح تتناول بتلبس تليج، كله اتعلم بقى ياخد معاه التليج في جيبه زي ابونا ما كان جايب التليج بتاعه في جيبه كده. قال لك ما تحملش معاك حذاء. ليه؟ ولاد الناس بيلبسوا أحذية، العبيد بيمشوا حافين، ولاد الناس بيلبس حذاء انما العبد يمشي حافي. عشان كده الابن الضال ابوه قال للعبيد بتوعه ايه؟ لبسوه حذاء في رجليه عشان يبقى ابن ما هوش عبد. ده قال لك يا راجل انت اجعلني كاحد اجرائك كاني عبيد عبد عندك، لا ده انت ابن. فعشان كده قال لهم لبسوه حذاء في رجليه، عشان واحنا ماشيين الحذاء بتاعي اتقطع همشي اكمل حافي. انا عبد، انا عبد، انا مش سيد، انا عبد.
يبقى التلاميذ عين الرب، اختار بغلاء العالم، ارسلهم كحملان وسط ذئاب، ما يحملوش معاهم لا كيس ولا مزود، ويعيشوا عبيد، عبيد لكل واحد يلطش فيه شويه، يجي واحد يزعق فيا استحمله وابتسم في وشه، واحد مخنوق في بيته وزعقاه ومتضايق او جه لابونا راح طرش كلمتين جامدين في وش ابونا كتر خيرك يا حبيبي، ابقى مبتسم وفرحان ومبسوط منه. لكن ساعه ما اقول انت بتضربني بالقلم خد قلم تاني، لا. فعشان كده تاني، طول ما انت بدون حذاء في رجليك، طول ما انت ايه؟ عبد. والعبد ايه؟ يخضع. والعبد يبقى ايه؟ عشان كده انا اسمي ابونا، انا الخدام بتاعك، انا العبد بتاعك، انا ابوك السماوي اشتراني عشان اخدمك، عشان اجري وراك، عشان اساعدك على التوبة، عشان اقربك من الاسرار المقدسة، عشان تقدر تعيش في سلام. وقال لهم كمان ايه؟ حاجة حلوة قوي مهمة، عايزكم تاخدوا بالكم منها قوي، الكلمتين اللي جايين دول من اخطر ما يمكن. علموهم جميع ما اوصيتكم به، وعمدوهم باسم الاب. كملوا معايا. عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. كان في مناظره في التلفزيون في قناه من القنوات الرسميه، وكان واحد عمال يقول لك ان المسيحيين النصارى دول بيعبدوا تالت ثلاثه، وبيتحدى يقول له اتحداك لو جبت لي من الانجيل بتاعك حاجه مكتوب فيها الاب والابن والروح القدس. طب ما هي عمدوهم باسم الاب. بس المشكله ايه بقى؟ كلمه الاب مش معناها الاب الذي خلف، ده كلمه الاب دي كلمه سريانيه بنطق جليلي او بنطق عبراني، بمعنى اصل الوجود، مصدر الوجود او مصدر الحياه اللي جاي منها ذهاب واياب. فلما بقول باسم مصدر الحياه، اصل الحياه، وكلمه الابن مش معناها اللي مولود من نتيجه زواج، انا اتولدت من زواج ابويا وامي، لا. كلمة الابن كلمة سريانية أيضا بنطق عبراني بمعنى الذي بنى، الذي خلق، الذي أسس. فبقول باسم مصدر الحياة أو أصل الحياة الذي. يا أخوانا العيال اللي بتجري في الكنيسة لما بيكبروا بيبقوا أول ناس وحشين وأول ناس بيبيعوا المسيح. هو دلوقتي كده، لكن لما يكبر هيبقى وحش. ده صموئيل النبي كان عنده 9 سنين، سمع صوت ربنا بيناديه، رد عليه؟ ده راح استأذن من عالي الكاهن، قال له اعمل ايه؟ قال له قل له تكلم يا رب فان عبدك سامع. اوعوا تخلوا الكنيسة ملعب، اوعوا تخلوا الكنيسة مسرح. الكنيسة مش ملعب، لانه بربيتك تليق القداسة يا الله، ومن شب على شيء ما علينا. انا كنت بقول ايه؟ حد يفكرني. يبقى بقول باسم اصل الحياه الذي خلق الحي بروح القدوس. دي تزعلك في حاجه؟ انا سميت ربنا 3 اسماء، انت مسميه 99، انت زعلان في حاجه ليه؟ زي ايه اللي مزعلك؟ باسم الاب اصل الحياه الذي خلقني، كويس، والروح القدس الحي بروح القدوس. نيجي بعد كده بقى ابن الله والكلام ده كله، ده تفسير لاهوتي، واللغة العربية عاجزة عن التفسير اللاهوتي، بس وتخلص المشكلة. بس هو زي ما اقول لك كده، في حاجة زي ايه؟ نون ميم ر تتنطق نمر 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 نمر، مش كده؟ اما اقول لك اكتب لي نقط العربيات، اكتب لي نمر العربية، اقدر افهمها انا بقى، اكتب لي نمر اللي هو القطة المفترسة، نمر العربيات تنفع؟ طب لما اقول لك بط، كلمة بط
عارفين البط اكيد بكره تاكلوه، لكن كلمه بط نفس النطق بالانجليزي معناها لكن، والوز اللي هتاكلوه بكره بالانجليزي معناه ايه؟ مع او زائد، مش كده برضو؟ مظبوط. يبقى نطق كلمه الاب والابن ما تاخدهاش انت الاب المتزوج الذي تزوج من مريم وانجب منها وحاشا لله وكده احنا بننسب لله حماقه، لا. المهم قال لهم عمدوهم باسم الاب الذي هو مصدر الحياه واصل الحياه الذي خلقنا الحي بروحه القدوس، عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، عشان كده بنقول عليهم الثلاثه اله ايه؟ واحد. طيب، واي بيت دخلتموه وقبلوكم فقولوا لهم السلام لكم، قولوا لهم السلام لكم. يعني ايه؟ يعني ما اخش عندكم البيت اقول لكم السلام عليكم، السلام عليكم، السلام لكم، لا، مش ده المقصود. قولوا لهم السلام لكم، ليس لنا سلام الا بالمسيح، وليس هناك سلام الا بالمسيح الذي صلب على عود الصليب، فمن نال استحقاقات دم المسيح المصلوب اعطى سلاما في الحياه الابديه وسلاما على الارض. فقولوا لهم السلام لهم، يعني بشروهم بالمسيح اللي اتصلب، بالمسيح اللي مات، بالمسيح اللي قام، عشان يتعمدوا وياخدوا استحقاقات دم المسيح. هذا هو السلام. وابونا في الكنيسه في القداس لما بيقول السلام لجميعكم مش معناها سلام عليكم، لا، ده السلام لجميعكم، يعني ابونا بيتمنى بيصلي ليكم ان يكون لكم نصيب في سلام دم المسيح المسفوك على عود الصليب. وليس سلام المسيح المسفوك على عود الصليب الا لغفران خطايانا والا لخلصنا من الهلاك الابدي، عشان كده قال لهم قول لهم السلام لكم. فان كان هناك ابن سلام من قبل المسيح سلامكم يحل عليه، وان لم يكن هناك ابن سلام فسلامكم ايه؟ ولا تسلموا على احد في الطريق. ايه ده؟ يعني لما يجي واحد في الشارع يقول لي مساء الخير يا ابونا ما ردش عليه؟ لا، هرد عليه. ولا تسلموا على احد في الطريق، يعني كلام ربنا لا ترددوه في الطريق. يا ابونا ده واحنا ماشيين باعتراف بيقول لي وانت ماشي ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، في سرك، في سرك. لكن ما تجيش مع ناس عمالين يسبوا الدين لبعض ويتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض، وتقول لهم الرب قادم، الرب قريب، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. ده الضرب والخناق ده كله في شيطان، مش كده؟ ولا تتفق الظلمة مع النور. يبقى لا تسلموا على أحد في الطريق، يعني الناس اللي هم بيتخانقوا في وسط الخناقة ما تبشرهمش بالمسيح، روح لهم البيت. هحكي لكم حكاية أنا مرسوم من حوالي 35 سنة قسيس، وحي السيدة زينب لما اترسمت كان فيه 7-8 بيوت مسيحيين، دلوقتي ولا بيت، ولا بيت. المهم أنا لحد اداني خريطة ولا حد اداني عناوين ولا حد اداني أسماء ولا أي حاجة، فقلت أنا أروح أدور. أنا من عشاق التين الشوكي قوي، فلقيت واحدة بتبيع تين شوكي، قلت ايه انا اشتري منها بجنيه تين شوكي؟ جنيه زمان من 35 ده سنة كان ايه يعني؟ كان ولا 500 جنيه دلوقتي. هشتري انا بجنيه تين شوكي اكل 3-4 وحدات واديها الجنيه كويس، وهي هتقول للمسيحيين فين؟ انا قعدت اكل وقلت لها بص يا ستي انا هديك الجنيه ومش عايز منه حاجة، وسيبيني اكل اللي انا عايزه. قلت اللي انت عايزه يا شيخ. كلت 3-4 كواز، وبعدين قلت لها لا قولي لي هي ام جرجس هنا فين حته؟ انا نسيت بيتها، انا كنت باجي زمان. قالت لي بص يا حبيبي ما فيش مسيحيين هنا غير ام ابانوب في العماره اللي في الوش دي. قلت لها اني شقه ولا في اني حته؟ ما فيش في الوش 3-4 مرات. قالت لي بص انت تمشي ساعه ما تسمع خناق وزعيق وشتيمه هي دي ام ابانوب. تخيلوا مشيت زي ما قالت، سمعت شتايم مش مكتوبة في القاموس لسه،
لسه ما اتقالتش في القاموس، ما اتكتبتش. طلعت عند ام جرجس، انت بسلامتك جاي لي عايز ايه؟ ما عنديش فلوس. وراحت واخداني دش، قلت لها لا ده انا اللي هديكي فلوس، اديتها 5 جنيه. اقعد يا جود سابونا، نورت يا جود سابونا، اهلا بيك يا جود سابونا. طب وهي ساعة ما كانت بتشتم فيا كان ينفع اكلمها عن المسيح؟ ها؟ ولا لما سكتها جود سابونا بقت تسمع الكلام؟ صدقوني اعترفت وتناولت قبل ما تنام قبل ما تموت بيوم. كويس؟ فلا تسلموا على احد في الطريق، يعني اختار الوقت اللي فيه الروح القدس موجود. ما تختارش الوقت اللي الروح القدس طفشان وتتكلم فيه. ايه كمان بعد كده كمان؟ رجعوا له فرحانين قوي. قالوا له يا رب حتى الشياطين كانت تخضع لينا باسمك. ليه الشياطين كانت تخضع لينا باسمك؟ عشان احنا نفذنا عين الرب. ارسلهم ايه؟ اختار جهلاء العالم ونمر الثلاثة كحملان وسط ذئاب، 4 ما معهمش لا كيس ولا مزود ولا احذية ولا يسلموا على احد في الطريق، واي بيت دخلوه قالوا السلام لاهل هذا البيت، ان كان هناك ابن سلام فسلامكم يرجع اليكم، اسف بس فسلامكم يحل عليه، وان لم يكن فسلامكم يرجع اليكم. وايه كمان؟ وعلموهم وعمدوهم كل شيء جميل. طيب رجعوا له بقى، يا رب ده الشياطين كانت تخضع لينا باسمك. مش باسمي بقى، ها؟ مش باسمي، يعني لو ابونا قسطنطين ده بيطلع شياطين مش هو اللي بيطلعهم، امال مين؟ ده المسيح الروح القدس. انا ما انا انا ولا شيء. عشان في ناس كده تجري يقول لك الحق ابونا فلان هو اللي بيطلع شيطان، ابونا فلان هو. يا حبيبي خليك حلو، اللي يطلع الشيطان ده هو. لو بتعيش بده كل يوم مفيش شيطان هيخش. لو ده في حياتي كل يوم الشيطان هيجي يعمل ايه؟ مش هيلاقيني. لكن للاسف احنا بننام قبل ما ننام بنكون مخلصين الحلقه بتاعت المسلسل، مش كده؟ فاتحين التلفزيون وبنتفرج على الماتش قبل ما الماتشات بقت تيجي يومين دلوقتي بالليل، تيجي متاخره، فنتفرج على الماتش. طبعا لما تتفرج على الماتش عايز الروح القدس يحل فيك؟ عايز الروح القدس يوانسك وانت نايم؟ لا طبعا. فقال لهم لا تفرحوا بهذا، انا مش هكافئكم عشان الشياطين كانت بتخضع، انت هتفرحوا ان اسماءكم مكتوبه في ملكوت السماوات. يبقى كل بيت، كل بيت الاب والام عايشين فيه كحملان، كل بيت الاب والام عايشين فيه بالكتاب المقدس، كل بيت الاب مبسوط ان مراته هي اللي عينها له المسيح، حتى لو اتجوزت باي طريقه للمسيح هو اللي عينها لك يا حبيبي، حتى لو كان جواز صالونات المسيح هو اللي عينها لك، وانت المسيح هو اللي عينه لك. ده يعني مديني حظ راجل نكدي ومقرف ومتعب وما يتعاشرش. المسيح عينه لك عشان يكون ليك ضيق عشان تدخلي ملكوت السماوات. يا ابونا انت وحش دلوقتي، انت كلامك مش حلو. صدقوني صدقوني هحكي، هختتم بقصة لواحدة ست كانت ساكنة في شارع عسكر، كان اسمها حارة عسكر زمان، كان اسمها ام عبده. لو فيكم حد كبير في السن زي حالاتي يفتكرها، كانت بتمشي كده. لو في حد يفتكر كانت بتمشي كده ام عبده. ام عبده دي اتجوزت راجل لا مؤاخذة مش راجل، مش راجل يضربها كل يوم، دي مش رجولة، ويشتمها ويبهدلها كل يوم. وهي كانت تيجي تاخد بعضها وتيجي على باب الكنيسة، كان باب الكنيسة في حارة خليل، ما كانش في شارع طومباي، باب الكنيسة الصغيرة ما كانش في شارع طومباي، كان في الحارة جوه. تيجي على باب الكنيسة وتقعد وتمسك الباب الحديد وتعيط وترجع بيتها. من كتر ضربه فيها ظهرها اتكسر، بقت تمشي كده. عندها 6 عيال، مخلفة 6 عيال،
بقت تحتمل. الولية دي اولا ولادها الستة هم تنيحوا رهبان، اتنين رهبان واربعة راهبات تنيحوا. تفتكري امهم دي تبقى ايه؟ ليها مكان في السماء ولا لا؟ جات مرة لابونا قسطنطين لو حد يفتكره وبتشتكي له، وانا كنت قاعد، وكنت ساعتها انا في سنة اولى اعدادي، كنت قاعد جنب ابونا قسطنطين، فكان ابونا قسطنطين ما قاليش قوم امشي، وانا كنت احب ان انا اقعد يعني اترازل كده اقعد اسمع فيه ايه، ما قاليش قوم امشي. فبتشتكي له، قال لها يا ام عبده انت عايزه المسيح وتروح السماء ولا مش عايزه؟ قلت له طبعا. قال لها انت طبعا انت ما بتعرفيش تقرا ولا تكتبي، فلا بتعرفي تمسكي اجبيه ولا بتعرفي تقري انجيل، فالانجيل اللي انت بتقريه هو تعذيب جوزك وقرف جوزك، هو ده الانجيل اللي انت بتعيشيه، هو ده الانجيل اللي انت بتقريه، فقط عيشوا كما يحق الانجيل المسيح، فيرى الناس اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. الست ماتت، اولادها ماتت، لكن سيرتها لسه انا بحكيها، انا بقولها، انا بعلم بيها. يبقى هي الست دي اخذت اكليل، لو ما كانتش اتجوزت الراجل ده ها، وراجل يعززها ويبقى راجل بصحيح ويفرحها ويهيصها ويهشتكها ويلبسها ويفسحها ويدلعها وكل الكلام ده كله، كانت هتروح السماء ولا اولادها كانت هتروح السماء؟ ست عيال، اتنين رجاله واربع بنات، الاربع بنات اترهبنوا وماتوا، والاتنين رجاله اترهبنوا وماتوا، تبقى امهم ايه؟ اعطت شوكه في الجسد عشان تربح المسيح. انا طولت عليكم، كل سنه وانتم طيبين، وعايزكم تصلوا لي كده وانا هصلي لكم.